تائه وسط الظلام، يحيطك كل ما هو مجهول. بحذر تتقدم، تراعي خطاك خشية أن تكسر ذلك السكون. تترقب مصيرك، تجهل حالك ولا تدرك ما لك. في لحظة أمل تستوعب شيئا مما يحدث، ترى ما يشبه نور الأمل. تتخلى عن جزء من حذرك لتدرك أن ذاك الضوء ما كان إلا تلامع المنشار المجنزر الذي أعادك إلى الظلام، حيث النهاية التي لا نور فيها. 12 سبتمبر 2001، تاريخ قد لا يكون ذا أهمية في صناعة ألعاب الفيديو، لكنه يوم أثبت تأثيره عندما تصافح الملهم شينجي ميكامي مع أيقونة الصناعة المخضرم شيجيرو مياموتو، ليعلنوا للملأ أن سلسلة ألعاب رعب البقاء الأشهر ريزيدنت إيفل ستغدو حصرية للجهاز المكعب نينتندو جيم كيوب. قرار قوبل بدهشة، فاستنكار فامتعاض ثم انتقاد واختتم بغضب، نظرا لضعف شعبية الجيم كيوب أمام العملاق آنذاك بلاي ستيشن 2، والترقب الكبير للجزء الرابع من السلسلة والذي سيعد للسلسلة مجدها وتألقها ورونقها. فبعد النجاح الساحق والثوري للجزء الأول من السلسلة والنجاح التجاري الممتاز للجزء الثاني، أتى الجزء الثالث ليبدأ مع حملة عدم الرضا والملل من السلسلة. توالت بعدها الإصدارات المتنوعة التي لم تلاقي تمام رغبات الجمهور، والتي جعلت الجمهور يشكك أن كابكوم على وشك فقدان السيطرة على السلسلة، حتى أتى الملهم مرة أخرى وأجج النيران من جديد وأثبت أنه الربان الفذ وسط العاصفة، ورفع معيار الصناعة وغير مفاهيمها في Resident Evil 4. التطوير لم يكن سهلا على الإطلاق، حيث بدأ العمل على هذا الجزء من عام 1999 ومر بأربع مراحل مختلفة ليخرج إلى النور. مراحل نتج عنها سلاسل ألعاب وأفكار جديدة على الصناعة، والمقصود هنا لعبة الأكشن السريعة الثورية في وقتها قد يبكي الشيطان، والتي كانت نتاج محاولة المميز هيديكي كاميا بعد دوره الناجح في الجزء الثاني. 11 يناير 2005 صدرت اللعبة ولعبها اللاعبون وقيمها المقيمون، نجاح ساحق وتقييمات مرتفعة ورضا تام من الجمهور والإعلام والذين خرجوا بتجربة ممتعة حتى النخاع. والسر ببساطة يكمن في عبقرية الملهم الذي رأى أن تجديد الدماء مطلوب بشدة للسلسلة، التي بات واضحا أن الجمهور بدأ يألف أسلوبها الذي فيه تكرار قد يدعو للملل. وهنا كان مربط الفرس. القصة كانت بسيطة بل سطحية، شبيهة بأفلام الثمانينات، حيث خطفت ابنة الرئيس الأمريكي وعليه تم توكيل المهمة للعميل السري الشاب ليون كينيدي للبحث عنها. ومنها انطلق بطلنا ليون إلى منطقة شبه مهجورة في القارة العجوز، حيث آخر إفادة كانت أن ابنة الرئيس شهدت هناك. للوهلة الأولى استنكر جمهور السلسلة ما رأوه، حيث بدأ واضحا عدم وجود قصور مهجورة ليتم حل ألغازها أو قلاع قديمة ليتم اكتشافها. والغريب أن اللعبة في مكان مفتوح، والأغرب أنه كان في وضح النهار لسلسلة لم نرى فيها ضوء الشمس. لكن الملهم كانت له اليد العليا في النهاية، إذ أن أسلوب اللعب الثوري آنذاك كان الحل، أسلوب أنقذ السلسلة من انحدار بدأ يلوح في الأفق وألهم صناعة الألعاب. وقد لا نبالغ حين نقول أنه أنقذها وجددها. أسلوب الكاميرا من الخلف أو من فوق الكتف، والذي يتم استخدامه لأول مرة في الصناعة ولم تكن الأخيرة بالطبع، سهولة وسلاسة التنقل بين الأماكن بدون الأبواب الشهيرة ذات الصرير المخيف، إمكانية شراء وبيع الأسلحة من تاجر صدوق ودود غريب ذو تصميم أغرب، والاستغناء عن صندوق العتاد الشهير واستبداله بطريقة ترتيب جديدة للعتاد اللازم، الرعب الموزون مع جرعات الأكشن المتزايدة، أسلوب اللعب المتنوع في القتال باستخدام تشكيلة أكبر من الأسلحة واستغلال البيئة المحيطة، وغياب مخلوقات الزومبي لأول مرة في السلسلة واستبدالهم بسكان محليين أصابهم وباء غامض أدى لتحولهم إلى ما يشبه الوحوش. كل هذا وغيره الذي كان بمثابة تمرد كامل على روح السلسلة ومغامرة قد تكون غير مأمونة العواقب. لكن ميكامي رأى أن تجديد الدماء للسلسلة حان وقته.
وقد كان محقا، حيث أنها لاقت نجاحا كان سبب في انتشارها على كل الأجهزة وبعضها بنسخ محسنة، ناهيك عن نسخة الريميك الصادرة حديثا والتي أثبتت نفسها كمرشح لتكون من أقوى ألعاب العام. وبعد انتهاء العاصفة حان وقت التجديد الذي تمثل في الترجمة، ونظرا لعدم انتشار جهاز نينتندو جيم كيوب في المنطقة، لحسن الحظ تم صدور اللعبة على الجهاز الأشهر لدينا وهو بلاي ستيشن 2، ومنه انتشرت حمى اللعبة أكثر وأكثر واستمتع الآلاف بهذه التحفة. بدأت الظاهرة في عام 2007 على أيدي شبان كان لهم محاولات دبلجة ألعاب سابقة، وأنتجوا لنا النسخة الخليجية لريزيدنت إيفل الرابعة. هذه النسخة لاقت تسويق على نطاق ضيق لا بأس به بين المهتمين بهذا الأمر، وإعجاب من الجمهور الذي جربها. عندك تتن، عندي علوج. هذا الانتشار وإعادة النشر كان له أثر كبير في ظهور فئة من اللاعبين الذين تفننوا في اللعب ببرمجيات اللعبة لتواكب ثقافتهم ولغتهم عن طريق ما يعرف باسم المودز. قد يكون هذا التعريب له دور في نجاح اللعبة في المنطقة، إذ أن عنصر الإبداع المستقل والتمرد على المطروح في المنتج الأصلي عادة ما يكون جذاب للتجربة، بالضبط كما حدث عندما تمرد الملهم ميكامي على روح السلسلة ونجح تمرد اللاعبين في تحوير اللعبة بما يتناسب مع ثقافتهم، نجح في جعلها باقية ناجحة حتى يومنا هذا.